السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جمهورية كوسوفو تلقيت بأخونا وصديقنا الشيخ وهبي الشاطري، بإذن الله يتكلم العربية. كان يدرس في جمهورية مصر العربية، كان يدرس قبل 17 سنة. قال إنه قد نسي اللغة العربية، لا يتكلمها جيدا، ولكن أرى أنه ما زال يستطيع أن يتكلم وأن يشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال واحد أريدك أن تجيبني عليه إن شاء الله. هل ما زال الإسلام بخير في كوسوفو أو كوسوفو الديمقراطية؟ الإسلام في كوسوفا في فرق من الماضي والآن. الحمد لله، وفي الماضي كان جيد والآن جيد، ولكن في فرق. في الماضي كان كومونيست في كوسوفا، كان سرب في كوسوفا، ولكن نحن لن نستطيع نمشي في المسجد جيد. نحن كان صعب لصلاة لصيام لكل شيء، كان صعب عندما كان الصربيون في كوسوفو. أيوة. لم تستطيعوا أن تقوموا بأداة صلاتكم. تمام. والآن الحمد لله كوسوفو في الديمقراطيك. الصربيون ليس الحمد لله، والحمد لله كثيرا من العلماء من الشباب الله أكبر يدرسون في الأرض العرب، في مصر، في سوريا، في ليبيا، في السعودية، كثيرا يدرسون في المدينة، والحمد لله يدرسون جيد. ونحن في كوسوفا الآن عندنا الشيوخ ما شاء الله، الحمد لله الحمد لله. وكيف نصلي الظهر جيد الحمد لله بدون خوف. نعم. وهكذا الحمد لله نحن نصلي بدون خوف ونتكلم يعني كلام بالإسلام بدون خوف من سرب من شرطة. نعم. هذا كان خوف في الماضي، والحمد لله الآن نقول جيد، لكن أبدا ليس جيد. إذا نحن نسمع أذان، نرى المساجد، الحمد لله رأيت المسجد مملوء على الآخر، والآن في ناس لا يتصلون وليس تمام بالإسلام، وجميعا الحمد لله جيد. وما تنسى وإخوان مسلمين، وما تنسى لنا لمكان الكسوفة دعاء، والآن أفضل الدعاء للمسلمين في غزة. اللهم أمين يا رب. اللهم انصر أخوتنا في غزة. جزاكم الله خير. بارك الله فيك شيخ، يسعدني جدا اللقاء. شكرا.